السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ماذا يفعل نجوم تركيا في الحجر المنزلي؟ بعضهم وصل به الملل لحد الجنون. انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم أجبر الجميع على البقاء في المنزل، وخلال مدة الحجر المنزلي شارك عدد من نجوم تركيا أنشطتهم المفضلة داخل المنزل. حتى عندما شعروا بالملل. نجوم تركيا شجع عدد من النجوم جمهورهم على البقاء في المنزل، مثل النجم باريش أردوتش الذي ظهر مع كلبه وطلب من الجميع التزام منازلهم في هذه الفترة. الحجر المنزلي دفع بعض النجوم للشعور بالملل دون فعل شيء والتقاط صور مجنونة، مثل هاندا أرتشيل التي مارست الرسم قليلا ثم بدأت تلعب أمام المرآة وتلتقط الصور لنفسها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة